بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإنني باسم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وباسم زملائي في الوزارة وزملائي المشاركين معنا في برنامج التوعيات الإسلامية في الحج لهذا العام، وباسمي شخصيا، أن أرحب بصاحب المعالي فضيلة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نيابة عن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي أناب فضيلة الشيخ صالح عنه هذا العام في اللقاء السنوي لأصحاب الفضيلة المشائخ المشاركون معنا في التوعية الإسلامية في الحج. والحقيقة طبعاً أنا لن أقدم الشيخ، لأن العلم والمعروف لا يعرف، الكل يعرفه، فهو شيخنا ووالدنا حفظه الله، ولكن أثلج صدورنا حضور فضيلته معنا في هذا المساء، فهو مكسب لنا في وزارة الشؤون الإسلامية، ومكسب أيضاً للإخوة المشاركين معنا في هذا العام. فالشيخ حفظه الله قد عاصر التوعية الإسلامية في الحج منذ بدئها في وقت سماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فكانت مشاركات الشيخ منذ البداية وإلى يومنا هذا. الشيخ دائما مرجع لنا في كافة الأمور العلمية وما يرد إلينا في التوعية في الحج والعمرة والزيارة، وكذلك في قطاع الدعوة والمساجد في الوزارة، فهو ركن من أركان الفتوى والعلم الشرعي في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، التي نفخر جميعا بأننا من أبنائها. هذه البلاد التي قامت على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دعوة وتحكيما لشريعة الله، قضاء وتقاضيا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وخير مثال على ذلك هذا البرنامج الذي ترونه، والذي مر عليه عقود من الزمن، يعكس اهتمام ولاة الأمر وهذه الدولة المباركة بالدعوة إلى الله وترسيخ دعوة التوحيد والسنة بين المسلمين في كافة أنحاء العالم. لا أود أن أطيل عليكم، فكلنا متشوق لأن نسمع من سماحة والدنا الشيخ صالح حفظه الله، وسيكون بعد كلمة الشيخ مجال لأسئلتكم، فمن رغب أن يكتب سؤالا فيكتبه ويرسله، ومن رغب في المداخلة أيضا يكتب طلبا للمداخلة، وإن شاء الله نرجو أن نحقق أكبر قدر ممكن من الأسئلة والمداخلات لتعم الفائدة ونستفيد من حضور شيخنا جزاه الله خيرا. فأدعو الوالد الشيخ صالح للبدء بكلمته حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أجدها فرصة طيبة، هذه الفرصة التي يسرها الله سبحانه وتعالى، لأن أنوب عن سماحة الشيخ
سماحة المفتي العام الشيخ العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فأرحب بكم جميعاً وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق للعمل الصالح للعلم النافع والعمل الصالح. قمتم جزاكم الله خيراً بواجب عظيم، توعية الحجاج في هذا الموسم العظيم. كان الواجب عليكم أن تذهبوا إليهم في بلادهم لتبلغوهم رسالات الله عز وجل، دعوة التوحيد، وتنشروا العلم بينهم، ولكن هم جاءوا من كل فج وصوب، اجتمعوا عندكم الحمد لله، وهذه فرصة طيبة، وهذا من فوائد الحج إلى بيت الله الحرام. قال جل وعلا لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يأتون من كل فج عميق. أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت وفرغ من بنائه هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، أمره الله أن يؤذن بالحج، فقال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فصعد الصفا وقال: أيها الناس حجوا، فإن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فسمعه كل من يأتي بعده إلى يوم القيامة، حتى من هم في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. فهذه التلبية هي إجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل، فكل من لبى فقد أجاب هذه الدعوة المباركة حج بيت الله الحرام. تعلمون وفقكم الله أن الحج له أحكام، له أحكام وله حكم وله أسرار، فهو بحاجة إلى من يبينها للناس. فرصة عظيمة أن يجتمع الناس لديكم من كل فج عميق لتبينوا لهم دين الإسلام عقيدة وشريعة، وهذا من أعظم منافع الحج، ليشهدوا منافع لهم. فمن أعظم منافع الحج أن من يأتون يتعلمون دينهم بأركانه الخمسة، يتعلمون الإيمان بأركانه الستة، يتعلمون التفاصيل الحكمية. فهذا من ثمرات الحج ومن أسراره التقاء المسلمين، يستفيد بعضهم من بعض ويتعارفون ويتآلفون، وتظهر قوة الإسلام إذا اجتمع هذا الجمع العظيم في هذه المشاعر، فإن هذا فيه مظهر لقوة الإسلام والحمد لله، مظهر عظيم لا يوجد مثله في الديانات الأخرى. فهذا من المظاهر العظيمة لهذا الدين العظيم الذي يظهر في هذا الحج وفي غيره. فالمسلمون لهم اجتماعات يومية وأسبوعية
وسنوية، يجتمعون كل يوم الصلوات الخمس، يجتمعون كل أسبوع لصلاة الجمعة، يجتمعون كل عام لصلاة العيد ولأداء مناسك الحج. فالدين دين اجتماع وليس دين تفرقة. وبه تظهر قوة هذا الدين وقوة الإسلام والمسلمين، به يحصل التعارف بين المسلمين، به يتعلم الجاهل من العالم. وأيضاً ناحية اقتصادية، فإن التجارة في الحج أباحه الله سبحانه وتعالى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم. لما تحرج بعض المسلمين من الاتجار في الحج أنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم. يطلبون مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، وهذا هو دين الإسلام، الدين الكامل الذي يجمع مصالح الدنيا والآخرة، مصالح الأفراد والجماعات، مصالح الأمة. فهو دين عظيم ولله الحمد والمنة. ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هذا دين الله عز وجل، دين الإسلام، الدين الخاتم للأديان، الدين الشامل للبشرية. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. فهذا من جملة الخمس التي يعطيها صلى الله عليه وسلم ولم يعطها نبي قبله، أن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أممهم خاصة، وأما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا دين الإسلام ولله الحمد، دين عام شامل، ويشتمل على مصالح الدنيا والآخرة. فهو أكبر نعمة أنعم الله بها على البشرية. وما بعده من النعم فهي دونه. أكبر النعم هو دين الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخصائص دون الأمم، بما خص به نبيها صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد والمنة، ونسأله التوفيق للتمسك بهذا الدين، أن نحيا عليه ونموت عليه وأن نبعث عليه يوم القيامة. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نترك المجال للأسئلة، ولو لم يكن عندي لها جوابا لكني ألتمس التماسا، فإن كان جوابا صحيحا فالحمد لله، وإن كان خطأ فأنتم نبهوني على ذلك. بارك الله في الجميع. شكر الله لكم معالي الوالد الشيخ صالح على هذه الكلمات. والآن كما ذكر
فضيلة الشيخ دور الأسئلة والمداخلات. أول الأسئلة التي وردت، أحد الإخوة يقول: هؤلاء الذين يتعمدون المخالفة وينتهكون الحرمة ويخادعون أنظمة البلد، يريد من فضيلتكم تعليق على هذا الموضوع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالذي يأتي إلى هذا البلد يلتزم بنظام البلد، وهذا عرف عند جميع الدول، أن من جاء إلى بلد يلتزم بعرفها ونظامها. ونظام هذه البلد ولله الحمد مبني على دين الإسلام وعلى مصالح الناس، فيجب الالتزام به، وسواء كان نظاما في السير أو نظاما في العمل أو نظاما في أي مجال من المجالات، ما لم يكن مخالفا لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يقول: أحد الدعاة يلقي كلمة نافعة وفيها خير كثير بحمد الله، وبعد الكلمة يرفع يديه ويطيل في الدعاء ويؤمن المصلون في المسجد بقدر دعاء القنوت أو قريب منه. سؤال الأخ: ما هو حكم إطالة الدعاء ورفع اليدين بشكل مستمر؟ التزام هذا دائما هذا لا يجوز، وأما كونه بعض الأحيان فلا بأس بذلك، من غير إطالة، من غير إطالة مملة. نعم. أحسن الله إليكم. هناك مداخلة من الشيخ حسين العبيدي، فليتفضل. في حدود دقيقة المداخلة شيخ حسين عشان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فأشكر حقيقة لوزارة الشؤون الإسلامية هذا اللقاء، والذي أسأل الله أن ينفع به الجميع. دخلتي هي في التأكيد على ما يتعلق بالهاتف المجاني الذي يقوم عليه نخبة من طلبة العلم. خطت الوزارة خطوة مهمة في قضية إيجاد هذا الهاتف وتكثيف الخطوط، وأيضا زيد في هذا العام ما يتعلق بالمسائل المشكلة التي تحال عبر الهاتف على هاتف آخر. وإنني أود التأكيد على قضية هذا الهاتف وأهميته ومسيس الحاجة إليه، وبناء على ذلك هو لم يغب عن نظر القائمين عليه، لكني آمل زيادة عدد الخطوط من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا ما يتعلق إذا كان يمكن تنويع الأماكن، يعني هو موجود في مكان في العزيزية، هل يمكن أيضا أن يكون في أماكن أخرى لتزداد الخطوط كثيرا، سيما أن الحاجة ماسة، وأن هذه الهواتف خصوصا مع تأخر الأيام لا تكاد تنقطع على مدار الساعة. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابته عندكم. نعم. بالنسبة للهاتف المجاني، ما ذكر فضيلة الشيخ يعني صحيح، والوزارة تسعى الآن لتطوير الهاتف المجاني بحيث يكون في أكثر من موقع، بل في جميع مراكز التوعية إن شاء الله، ولعل هذا إن شاء الله يتم خلال السنة أو السنة القادمة أو التي تليها بحول الله. الإخوة في الأمانة، ومعنا فضيلة الأمين العام شيخ حسن، حريصون على ذلك إن شاء الله يتم هذا الأمر. وهناك تقنيات أيضا أفضل من هذا ستخدم الدعاة بشكل أكبر، حتى ممكن أن نستفيد من بعض الدعاة الذين لم يتمكنوا من الحج في مواقعهم وفي مدنهم. هذا إن شاء الله موضوع ضمن ما تخطط له الوزارة بحول الله. معالي الشيخ،
سؤال من أحد الإخوة يقول: من هم الذين يقاسون على السقاط الذين رخص لهم في عدم المبيت ليلة مزدلفة وليالي منى؟ فهل يقاس عليهم دعاة الوزارة؟ وهل يقاس عليهم الجزارون والأطباء وسائق الحافلات التي تنقل الحجاج؟ يقاس على السقاط يقاس على السقاط والرعاة، كل من يعمل عملا لصالح الحجيج، من يعمل عملا لصالح الحجيج كرجال الأمن ومن شابههم ممن يعملون عملا في صالح الحجيج. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يقول: يكثر السؤال حول هذا الموضوع، وهو أن بعض الحجاج سفروا عصر يوم 12 الحجة، ماذا يفعل بالرمي يوم 12 وطواف الوداع في مكة، علما أن مثل هؤلاء أو أغلبهم لا يستطيعون التأجيل بسبب الحجز؟ الحجز لا يكون حاكما على العبادة، العبادة لا بد أن تأخذ مجراها الشرعي، فيكيف الحجز على ما يكمل العبادة، ولو تأخر ماذا يضره؟ لو فاته الحج يحجز، الطائرات كثيرة، ولكن حجه إذا نقص ماذا يجبره؟ ما يجبره إلا أن يأتي بما ترك، فلا يجوز إنه يذهب يوم 12 ويترك الوداع ويترك بقية الرمي، ما يجوز له هذا حتى يخلص، حتى يخلص من حجه. إن تعجل في يومين اللي هو اليومين بعد يوم العيد، اليوم 11 و12 و13، من تعجل في يومين يعني في 12 أكمل حجة تعجل ما يخالف، أو يتأخر هذا أفضل للثالث عشر، ولا يذهب حتى يطوف للوداع. أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني بالوداع، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. أحسن الله إليكم. الدكتور أحمد بن مشعل الغامدي، أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، عضو التوعية الإسلامية في الحج، لديه مداخلة فليتفضل. أيضا في حدود دقيقة فضيلة الدكتور أحمد. سور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وعلى رأسهم حكومة خادم الحرمين الشريفين وهذه الوزارة المباركة فيما يقومون به من جهد وتوعية لحجاج بيت الله الحرام. أود التنبيه على نقطة مهمة، وهي التركيز على كثرة المترجمين بالنسبة لمرافقتهم مع المشايخ والدعاة، فإن هناك حقيقة الوزارة تبذل جهداً كبيراً في توفير الدعاة، ولكن ربما يكون هناك شيئاً من النقص من ناحية المترجمين، وأكثر المستهدفين من الحجاج ربما 70% من الجاليات غير الناطقة بالعربية، فنحتاج زيادة في عدد المترجمين مع المشايخ، فإن في أثر الترجمة شيء كبير خصوصاً في بيان عقيدة التوحيد وتوضيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن واقع المشاهد في كثير من الكلمات بعد المساجد أو الدروس يأتي كثير من القبوريين يعلنون تجردهم مما كانوا عليه من العبادات السابقة بفضل الله تعالى، ثم بفضل بيان التوحيد بعد الترجمة الصحيحة، فنأمل من الوزارة أن تؤمن هذا كثيرا. ثم أيضا الوزارة خطت خطوات مباركة فيما يتعلق بإيفاد أو تنظيم الدعاة مع الحملات، حملات حجاج الداخل، أتمنى أن يكون هذا أيضاً في الأعوام القادمة مع حملات الحجاج، حجاج الخارج، وأن يرافق كل واحد من المشايخ دعاة ومترجمين، لأنه لا يخفى عليكم كثير من العقائد الفاسدة التي يأتي بها أولئك الحجاج، فإن لم يستغل هذا الموسم في تصحيح تلك العقائد
ونذهب إليهم في مخيماتهم بمترجمين وندعوهم بالتي هي أحسن، فإن في ذلك نفع كبير لا يخفى عليكم. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم. أشكر لفضيلة الشيخ على يعني ما طرح، وموضوع المترجمين نريد همتكم أيضا في الجامعات، فأغلب المشاركين من الجامعات، الدكتور أيضا من الجامعة، جامعة أم القرى، فأغلب المترجمين لدينا نأخذهم من الجامعات. لكن اليوم في اجتماعنا صباح هذا اليوم في هيئة التوعية الإسلامية في الحج نوقش موضوع المترجمين، وإن شاء الله لعل في السنوات القادمة ترون خيرا في ذلك، لأن وجدت بعض المداخل لنا التي نستطيع من خلالها توفير أكبر عدد من المترجمين الموثوقين إن شاء الله. أرجو أن تكون المداخلات فيما يتعلق يعني أحكام الحج والاستفادة من وجود معالي الشيخ بيننا، الأمور الإدارية والإجرائية ممكن أن نناقشها فيما بعد أو تكتبونها للوزارة أو لفضيلة الأمين العام. سؤال فضيلة الشيخ، أحد الإخوة يقول: رجل في العام الماضي قصرت به النفقة عن الهدي وبطاقة صرافته في سكنه في جدة ولا يرغب أن يقترض، فهل يجوز له أن يطوف للوداع ثم يحول المال إلى الحملة ليشتروا له الهدي فيوقع الهدي بعد الوداع؟ بإمكانه أنه يقترض من إخوانه يذبح الهدي ويسدد لهم فيما بعد. رجل من خارج مكة لا يستطيع الحج لمرضه، وكل رجلا من أهل مكة، فهل العبرة بحال النائب أم المنيب، لكون المكي يختلف حكمه عن الآفاقي من جهة الهدي وطواف القدوم ونحو ذلك؟ والله هذه مسألة مشكلة وعرضت في وقت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، عرضت كأنه يرى فيما يظهر لي كأنه يرى أن العبرة بالنائب لا بالمنوب عنه. نعم. حسن الله إليكم. امرأة أحرمت من الميقات متمتعة لنفسها، ثم لما انتهت من العمرة أرادت أن تنوي الحج لأمها المتوفاة، فما الحكم؟ نعم. امرأة أحرمت من الميقات متمتعة لنفسها، ثم لما انتهت من العمرة أرادت أن تنوي الحج لأمها المتوفاة، فما الحكم؟ النية عند الإحرام، ما تكون بعد الإحرام، تكون عند الإحرام. نعم. من تجاوز الميقات وهو قاصد للحج ولم يستطع الرجوع، فهل يلزم المبادرة بالإحرام أم له أن يؤخر الإحرام سيما إذا كان مفردا؟ نعم. رجل تجاوز الميقات وهو قاصد للحج ولم يستطع الرجوع في وقته، فهل يلزم المبادرة بالإحرام أم له أن يؤخر الإحرام سيما إذا كان مفردا؟ يحرم من المكان الذي حضرته النية فيه، يحرم منه وتجاوزه للميقات قبل الإحرام ليس فيه شيء، لكن لو تجاوزه وأحرم من دونه قصدا فلا يجوز هذا له، يرجع إليه، وإن أحرم تعذر عليه الرجوع فيكون عليه فدية. نعم. صلى الله إليكم. حاج قام بالطواف ثم حلق أو قصر ثم علم أن عليه سعي بعد الطواف، فيسأل: ما الحكم؟ هل يذهب ليسعى ثم يعيد التقصير أو الحلق، وهل يعذر بالجهل أم يعيد الطواف والسعي؟ جزاكم الله خيرا. إن كان هذا يوم العيد فلا بأس بالتقديم والتأخير، ما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم العيد إلا قال أفعل ولا حرج، إذا كان هذا في يوم العيد فلا حرج في ذلك. نعم. أحد الإخوة يقول أنه ينسب لبعض أهل العلم أنهم أفتوا في رجل حج يعني كان قارن في حجه وجامع زوجته قبل الوقوف بعرفة أنه يتحول إلى متمتع
ويأتي بعمرة بدلها ويحرم بالحج يوم التروية، فهل تصح هذه الفتوى؟ لا، لا صحيح. إذا أحرم، إذا جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه، فسد حجه، لكن يمضي فيه وهو فاسد ويقضيه من ثاني عام ويفدي. نعم. الأخ أيضا في سؤاله يقول: هل اللجنة الدائمة كان لها فتوى في مثل هذه المسألة؟ لا أذكر شيئا، لكن ربما لو يراجع مجموع الفتاوى ربما يوجد. نعم. أحد الإخوة يقول: شخص جاء بعمرة في أشهر الحج ولم ينوي أنها عمرة تمتع، ثم نوى أن يحج الآن، فهل الأفضل أن يكون متمتعا؟ يعني يجيب عمرة ثانية، يحرم بعمرة ثانية وتمتع بها إلى الحج؟ طيب، هذا شيء طيب. نعم. حكم أخذ عمرة بين عمرة التمتع والحج وينوي أن تكون لوالده؟ لا بأس بذلك، ولكن تكون العمرة الأخيرة هي عمرة التمتع. نعم. لو أغمي على شخص أيام التشريق ولم يفق، يجوز أنه يحج، أنه يتمتع ويجعل العمرة لواحد والحج لواحد، ما في بأس. نعم. حسن الله إليكم. لو أغمي على رجل أيام التشريق ولم يفق حتى خرجت أيام التشريق، فما هو الحكم المترتب عليه؟ ماذا ترك من مناسك الحج حال الإغماء؟ الرمي وطواف وسعي إن كان لم يطف يوم العيد، لأن كل أيام التشريق كان مغمى عليه. نعم، يطوف ويسعى إذا صحى. وأما إيش الثالث؟ الرمي. الرمي فاتح. والمبيت عليه. المبيت يسقط عنه لأنه معذور، مغمى عليه معذور، لكن الرمي فات عليه، يكون عليه فدية. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو الصارف لعدم إحرام من قصد المدينة بعد أداء العمرة وعودته إلى مكة دون إحرام، مع أنه يمر بالميقات بعد الحج عند عودته؟ نعم. ما هو الصارف لعدم إحرام من قصد المدينة بعد أداء العمرة وعودته إلى مكة دون إحرام، مع أنه يمر بالميقات للحج عند عودته؟ لا يحرم، لا يحرم من الميقات بالحج، يتعدى الميقات وهو قاصد الحج، ميقات المدينة أو غيره، إلا وهو محرم. نعم. جاءهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. يرد كثيرا السؤال لأصحاب الفضيلة في الكبائن، يقول أحد المشايخ، عن زوجات المقيمين في المملكة عندما تأتي محرمة من بلدها بالحج بنسك الإفراد، ثم يستقبلها زوجها في المطار وهي محرمة، وقد يحصل الوطء منه لها قبل الطواف والسعي، فما الحكم في ذلك؟ أفسد إحرامها، ولا يجوز لجامعها وهي محرمة، حرام عليه هذا. نعم. إذا اعتمر من يسكن جدة في أشهر الحج ثم رجع إلى جدة وأراد الحج في نفس العام. نعم. إذا اعتمر من يسكن جدة في أشهر الحج ثم رجع إلى جدة وأراد الحج في نفس العام، فهل يكون متمتعا أو يكون قد انقطع تمتعه برجوعه إلى جدة؟ هذا كان قبل يوم كان بين جدة ومكة مسافة قصر، ينقطع التمتع، لكن الآن تقارب البنيان فيما بين البلدتين فلا يعتبر هذا قاطعا للتمتع. نعم. أحسن الله إليك. حاج أحصر من الدخول إلى مكة، فهل يذبح دم الإحصار بعد رجوعه إلى بلده إذا لم يستطع أن يذبحه في مكان إحصاره؟
لا، يرسل به ويذبح في مكان الإحصار، يرسل به يوكل من يذبحه. نعم. أتى من المدينة ناويا العمرة وتجاوز ميقاته ووصل إلى مكة، هل يجوز أن يحرم من الجحفة لبعد ميقاته عنه مثلا؟ يرجع إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه، فإن أحرم من دونه عليه فدية. نعم. حاج أتى ناويا العمرة متمتعا ثم لم يحرم من الميقات وأقام في جدة أكثر من 4 أيام، هل يجوز له أن يحرم منها، أي من جدة؟ يذهب إلى الميقات، ميقات جدة، فيحرم منه، يعني إلى الجحفة، يحرم من الجحفة. نعم، يرجع إليه ويحرم منه. أحد الإخوة يقول: أنا أحد المشاركين في لجنة الهدي والأضاحي، ودائما ما أتلقى مثل هذه الأسئلة: حكم المبيت في منى ليالي التشريق للجزارين والعاملين في المجازر الذين ليس لديهم مكان في منى وهم يقومون على خدمة الحجاج. إذا كانوا يقومون على خدمة الحجاج ولم يتمكنوا من المبيت يسقط عنهم كما سقط عن الرعاة والسقاة. نعم. أحسن الله إليكم. حكم القصر والجمع في مكة حسب إقامته، كم يبي يقيم من يوم؟ إن كان يبي يقيم أكثر من 4 أيام فلا يجوز له القصر ولا الجمع، إن كان 4 أيام فأقل فلا بأس لأن سفره لم ينقطع. نعم. أحسن الله إليكم. دكتور سعود بن عبد العزيز العقيل لديه مداخلة، ليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أنا أعتذر لمعاليكم لكن فيه اقتراح لعلها لو نظرتم فيه، وهو تخصيص هاتف للاستفتاء باللغة الإنجليزية، لأن يحصل أحياناً من يستفتي ويكون المفتي على الهاتف لا يحسن هذه اللغة، وهناك من المفتين من يحسن هذه اللغة، فلو خصص رقم الهاتف المجاني للاستفتاء لمن يحسن اللغة الإنجليزية برقم خاص. الأمر الثاني أيضا لو أمكن، إذا كان الوزارة قد قامت بإنشاء برنامج لتسهيل الحج ومناسكه للحجاج، أن يكون هناك في نفس البرنامج تحديد حدود عرفة وحدود مزدلفة عن طريق نظام الجي بي إس بحيث يستفيدون من هذه التقنية. جزاكم الله خير. لكم توجيه. نعم. لكم توجيه. والله هذا شيء ما أعرفه أنا. أما بالنسبة للهاتف المجاني بالنسبة للغات، طبعا يوجد بعض المشايخ وإن كانوا قلة ممن يجدون بعض اللغات الأجنبية، هؤلاء يستفاد منهم في الهاتف المجاني، لكن لدينا الهاتف المجاني الآلي وفيه 12 لغة، هذا مسجل فيه كل ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة وما يتعلق بأبواب الحج كافة مفصلة بهذه اللغات 12، واستفاد منها الحقيقة مئات الألوف من الحجاج من داخل المملكة وخارج المملكة منذ أن بدأوا لله الحمد منذ سنوات عديدة، وصل الرقم إلى ملايين في الاستفادة منه لله الحمد، ولكن نسعى إن شاء الله، ولعل هذه دعوة من الدكتور للمشايخ أن يتعلموا بعض اللغات لينقلوا رسالة التوحيد ويفيدوا من لا ينطق باللغة العربية. الدكتور فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عمر مدخلي لديه مداخلة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في وزيرها معالي الشيخ صالح آل الشيخ على أن أتاحوا لنا هذه الفرصة، ونحن من وزارات متعددة وقطاعات شتى،
للقاء مع الحجاج وتبليغ دعوة التوحيد والسنة في هذا البلد الأمين في هذه الأيام المباركة. وشكر الله لمعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور الموفق توفيق بن عبد العزيز السديري على جهوده وعنايته ورعايته، وكذلك نشكر لفضيلة الشيخ حسن القرشي على ما لقيناه من عناية ورعاية وتوفير لكل وسائل الراحة في جميع مراكز التوعية. وأيضاً الشكر موصول لأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التوعية الذين قابلونا ميدانياً وأفدنا من توجيهاتهم، فجزاهم الله خيراً وجزى الجميع خيراً وجعل الأعمال خالصة لوجهه. سؤالي معالي الشيخ عن الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم عن الأيام الحج، متى هي؟ وعن 7 هل يمكن أن يصومها خاصة في الحج، يصومها في مكة أقصد، خاصة وأن بعض الحجاج لا يعود إلى أهله إلا ربما في نهاية شهر ذي الحجة فيمر عليه وقت طويل وهو في مكة؟ قوله تعالى إذا رجعتم لا يعني إذا رجعتم إلى بلدكم، إذا رجعتم يعني من أعمال الحج، إذا انتهت أعمال الحج يصومها في مكة في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسأل يقول حاجة انكسر ظهرها ولا تستطيع الطواف ولا السعي، فماذا تفعل حتى تحل جزاكم الله خيرا؟ يطاف بها محمولة، الحمد لله يطاف بها محمولة، ولو كانت على ظهرها أو على أي جنب كانت يطاف بها محمولة. أحد الإخوة تكرر أيضا من أخ آخر ولا أدري إذا كان هذا وقته الآن أو الأمر متروك لكم معالي الشيخ، يقول يطلبون بعض المشايخ ذكر بعض مواقف لكم مع الشيخ بن عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأمد في عمركم، إن رأيتم هذا الآن أو الأمر متروك لكم. الشيخ بن باز درسنا في كلية، درسنا الفرائض رحمه الله، وأيضا عملنا عنده بعد ما نقلنا إلى دار الإفتاء، عملنا عنده برئاسته، فكان نعم الرئيس ونعم المرشد ونعم المفتي رحمه الله. نعم. أحد الإخوة يقول نحن في أحد المراكز، فإذا أراد أحد الدعاة الحج فهل يمكن وقد كلف بالعمل في مركزه أثناء الحج؟ إذا أراد، يبدو السؤال إداري يعني وليس الأخ يوجه طبعا السؤال، ممكن الأخ الذي سأل هذا السؤال يسأل الأخوة في الأمانة ويجيبوه، أنا ظننت أن السؤال شرعي. يا رحتنا منه، جزاك الله. شكر الله لكم. يقول شيخنا رجل حج 5 مرات ولم يسعى، يظن أن آخر العهد بالبيت الطواف، كيف يتعامل مع هذا الأمر؟ هو آخر العهد بالبيت الطواف، لكن السعي، لكن آخر السعي وطاف دون أن يسعى، ما سعى أبدا 5 مرات، 5 حجات، 5 حجات ما يسعى. أي نعم، باق عليه السعي، باق عليه السعي، فيسعى وإن شاء الله يكمل نسكه. نعم. لا لا، يسعى عن كل حجة أو كل عمرة يسعى لها. نعم. 5 مرات يعني بقدر ما ترك. أين بقدر ما ترك. أحد المشايخ يقول هل عليه شيء بعدها؟ ما أرى عليه شيء، إذا سعى خلاص. نعم. توجيه فضيلتكم لمن يقول من المشايخ من الدعاة، يقول أما أنا فلا أرى أن هناك فرق بين التوكيل في الرمي والتوكيل في طواف الإفاضة. في فرق،
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأما الرمي فهو واجب من واجبات الحج، في فرق بينهم. نعم. كثير من الأسئلة حول تجاوز الميقات بدون إحرام، اختلفت تفاصيلها لكن كلها تدور حول هذا المعنى، هل لكم من توجيه؟ هذا عند الدعاة، يسأل الدعاة اللي يجيبون على الأسئلة ويجيبون إن شاء الله. نعم. ها؟ أنت السائل؟ وش سؤالك؟ يرجعون إليه إن كانوا ما أحرموا لما تجاوزوا لم يحرموا، يرجعون إليه ويحرمون منه، إن كانوا أحرموا بعد ما تعدوه يكون عليهم فدية. نعم. بعض الإخوة يقول، يتكلمون عن بعض حملات الحج التي تختصر الحج ويفاجئ الحجاج بترك المبيت وغيره والتوكيل. الواجب على أصحاب الحملات أن يمكنوا الحجاج من أداء مناسكهم، ولا يلزموهم بأن يتركوا بعض المناسك علشان يوفرون لهم مال، يتركون مبيتهم في منى ويبيتونهم في مزدلفة علشان هذا أرخص لهم. وهم يقولون تبي حج يعني تام ولا تبي حج، يقولون للشخص قبل يعقد معه. هذا ما يجوز المساومة على المناسك وعلى العبادات. نعم. صلى الله عليكم. الحقيقة سؤال، أنا أستغرب أن يعني يرد من أحد الفضيلة المشايخ المشاركين، ولكن لعله أراد أن فضيلة شيخنا يبين الحكم في مثل هذه المسألة، وهو يسأل عن أن حكم القيام بالخطبة وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في المخيم بعرفة، أم يكتفون بخطبة الإمام؟ الخطبة من صلاحيات الإمام اللي هو قائد الحجيج، الخطبة من صلاحياته ولا أحد يخطب غيره. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول، من وكل شركة أو بنك هو ذكر اسم لن أذكره، ليس مجال لذكر أسماء البنوك أو الشركات، يقول من وكل شركة أو بنك بذبح الأضحية ولا يدري أين البلد الذي تذبح ولا الوقت، فمتى يجوز له أن يحلق شعره ويأخذ من ظفره؟ ما يوكلهم بدون أنه يبين لهم متى يذبحون الأضحية وأين يذبحون، لا لابد يبين لهم، تصير الوكالة ناقصة. نعم. أحسن الله إليكم. أحد المشايخ يقول، الخيام التي في مزدلفة وكونها متصلة مع خيام منى، هل تأخذ يأخذ من فيها حكم منى في قصر الصلاة؟ قصر الصلاة يقصد أيام التشريق، ما يأخذ الخيام التي في مزدلفة، ما تأخذ حكم الخيام التي في منى، اختلفات في الموقع. نعم. يعني يتمون إن كانوا بيقيمون أيام كثيرة يتمون، إن كانوا أيام الحج يعني في بعض المخيمات كما تعلمون يقصرون، لأنهم أيام الحج يقصر الحاج، يقصر لكنه لا يجمع إلا في حالة السير. نعم. أحسن الله إليكم. هل يفتى بمنع الحج بدون تصريح حتى لمن كانت حجته حجة الإسلام؟ لا، ما يجوز هذا، هذا معصية لولي الأمر ولا يجوز هذا له. أما صحة الحج ربما يقال إنه يصح مع الإثم. نعم. أو نقول أنت مطالب ولي الأمر لا تسأل؟
إيه قلهم إن ما نجيب على هذا السؤال. إيه نعم ها؟ البعض يستطرد في المناقشة والسؤال بعد أن يجيبه الداعي أو الشيخ أن هذا لا يجوز لأنه مخالفة لولي الأمر. إذا جادله يتركه لا يجيب. أين هل يفتى بمنع الحج؟ هل يفتى بأن الأفضل للحاج عدم تكرار العمرة بشكل يومي أو شبه ذلك أو شبه يومي؟ كيف تكرار العمرة؟ بعض الحجاج يكررون العمرة، فهل يعني بعد الحج؟ بعد الحج أو في لا أثناء يعني بين العمرة والحج؟ لا ما يكرر بين العمرة، بين العمرة والحج ما يكرر. لكن ما الأخ يسأل بماذا يفتون؟ أن الأفضل بأن هذا لا يجوز، لكن بعد الحج يعتمرون يعني ما شاءوا. المدة الزمنية بين العمرة والعمرة الثانية ما له حد، لكن ابن عمر كان لا يعتمر حتى يجمم رأسه من أجل يكون فيه شيء يحلق أو يقصر. لا لم يحدد، تابعوا بين الحج والعمرة ولم يحدد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسأل يقول ويطلب توجيه معاليكم للعاملين في الحج ويعملون سنويا ويرغبون في أداء الحج في كل عام، فما توجيهكم لهم؟ هم أتوا للعمل في الحج. إذا كان الحج ما يؤثر على عملهم ولا ينقص عملهم فلا بأس، ما إذا كان ينقص عملهم لا ما يجوز لهم. نعم بعض الدعاة يفتون للناس في المساجد بالذات مساجد مكة والمدينة، ويعني بضاعتهم من العلم قليلة، فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ بعض إيش؟ بعض الدعاة والوعاظ قد يكون مكلف بالوعظ والدعوة ولكنه يسأل من الحجاج ويفتي، ويعني مستواه العلمي غير لا يؤهله للفتوى، فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ هذه مسؤوليتكم أنتم، ليش تعينونه وهما عنده علم أن يفتي الحجاج؟ له لا يعين مفتي سماحة فضيلة الشيخ، هو يعين واعظ أو داعية فقط. لازم يبي يسأل ما دام وقف قدامهم تكلموا وتابع لكم يبي يسألون. أنتم لا تعينون أحد ليس عنده إمكانية علمية. نعم أحسن الله إليكم. إذن هذا يأخذ الاعتبار الشيخ حسن في الهيئة عند الاختيار. يقول أحد الأشخاص يريد أن يذهب بعد منتصف الليل من المزدلفة لأن عنده عمل في الإدارة ومرتبط بالإدارة الدعوية، هل يجوز له أن يذهب بعد منتصف الليل ويرمي ويحلق رأسه قبل الفجر؟ إيه نعم يجوز، إذا انتصف الليل في مزدلفة يجوز له ينصرف من مزدلفة ويرمي الجمرة بالليل ويحلق رأسه. أحسن الله إليكم. يقول جاء عن أسماء أنها انصرفت بعد غياب القمر بمزدلفة، فهل يعتبر ذلك حقيقة شرعية لنصف الليل؟ غياب القمر يختلف باختلاف الفصول، ما هو بلازم أنه يصير على وتيرة واحدة، يختلف اختلاف الفصول طول الليل وقصره. نعم أحسن الله إليكم. يقول بعض الحملات يصلون جماعة مع أنهم في خيام مختلفة، فهل هذا جائز أم الأفضل في كل خيمة يصلون لوحد جماعة لا لوحدة؟ لا المتقاربون في الخيام يصلون جميع، كلما كثرت الجماعة فهو أحسن. نعم ولو كانوا في خيام متفرقة؟ ما عليهم من الخيام المتفرقة، المهم إذا صاروا متقاربين ولا عليهم مشقة يصلون جماعة واحدة. نعم امرأة قبل 13 سنة حجت وبعد الرمي رجعت لبيتها في مكة وعملت أعمال الحج كلها إلا الطواف والسعي والتقصير، فماذا تفعل؟ كيف؟ امرأة قبل 13 سنة حجت وبعد الرمي
رجعت لبيتها في مكة وعملت أعمال الحج كلها إلا الطواف والسعي والتقصير، فماذا تفعل؟ ما يجيها إلا كل شيء في وقته، ما تجمعها جميع في وقت واحد أو في يوم واحد، ما يجيها ذلك، كل شيء في وقته المحدد له شرعا. نعم. كثيرة الأسئلة عن الحج بدون تصريح. بعضها الحقيقة الخط غير واضح. أحد الإخوة يقول: أنا جئت قبل 15 يوما معتمرا عن نفسي وأريد أن أحج قارن عن شخص متوفى، فهل هذا يصح؟ أتى قبل 15 يوم معتمرا عن نفسه ويريد أن يحج قارن عن شخص متوفى. إيه وش المعنى؟ 16 يوم هذا تقدم، ما بعد جت أيام الحج. حاج متمتع يريد أن يطوف تطوع ثم يسعى سعي الحج ليسقط عنه السعي بعد طواف الإفاضة. الحيل ما تنفع في هذا، ما ينفع هذا. نعم. هل على أهل جدة طواف وداع علما أنه ليس بينهم وبين مكة مسافة قصر؟ الوداع أحوط لهم وأحسن. نعم. من طاف الوداع ثم أراد النوم بسبب التعب الشديد ثم بعد النوم الخروج من مكة، هل يجوز ذلك؟ إذا كان نام في مكة ينتقض وداعه، أما إذا كان نام خارج مكة فلا بأس، يعني داخل بنيان مكة ينتقض وداعه. نعم. أحسن الله إليكم. أهل مكة هل يقصرون أو يتمون، خاصة إذا كانوا مع حملات يقصرون الصلاة؟ يقصرون في الحج، يقصرون في الحج ويجمعون في الحج مثل الحجاج، مثل الحجاج الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، كانوا يقصرون ويجمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا عن تجاوز الميقات، هذا تكرر. لو اعتمر شخص بعد طواف الوداع ولم يخرج من مكة، ما في معنى، لكن هل عليه وداع؟ إذا خلص الحج هو يروح يجيب عمره، ما يخالف، وإذا أراد أنه يسافر يطوف للوداع. نعم. مرة أخرى. حكم صيام العشر للدعاء بعد طواف الوداع، هو طاف الوداع ما سافر أتى بعمره، فهل انتقض وداعه؟ اي نعم، ما صار آخر عهده في البيت. نعم. يعني يطوف مرة أخرى. نعم. الحكم صيام العشر للدعاة المشاركين في التوعية، كانوا يقدرون على هذا ويقون عليه لا بس. طيب. نعم. ولا يؤثر على أدائهم في العمل؟ إن كان يؤثر على أدائهم في العمل يقول بنام أنا صائم وخلي العمل، ما يجوز له هذا. حسن. نعم. الله إليك. لو خرج الحاج بعد رمي يوم 12 إلى الطائف وجلس يومين ثم رجع وطاف طواف الوداع علما أنه ليس من أهل الطائف، لا، ما يجوز له هذا، ما يخرج حتى يطوف للبيت طواف الوداع. نعم. شخص أتى إلى مكة للعمل وقبل أن يأتي نوى للحج إذا تيسر له، فهل يذهب إلى الميقات أم يحرم من مكانه، وهل يجب عليه الحج أم لا؟ يحرم من المكان الذي نوى منه، من حيث أنشأ، من حيث المكان الذي نوى منه، إلا إن كان يريد العمرة وهو في مكة لابد أن يخرج إلى الحل، وأما إن كان بالحج يحرم من مكة. أحسن الله إليكم. يقول: نحن ننتدب للعمل في الحج ولا يسمح لنا بالإحرام إلى آخر يوم 8، فنحرم من وادي محرم، فهل علينا شيء وما هو الأفضل؟ يقول: ينتدبون للحج ولا يسمح لهم بالإحرام إلا يوم 8، يقول: نخرج إلى وادي محرم ونحرم، فهل عليهم شيء في ذلك أم عملهم صحيح؟ يوم يمرون على الميقات ناويين الحج أو ما يدرون يحجون أو لا؟ اللي ما يدري يمكن صاحب السؤال الأول، لكن هذا لا، هو ناوي الحج بعد ما ينتهي عمله يوم 8.
يرجع للميقات ويحرم. هم يخرجون لوادي محرم يا شيخ، يكفيهم هذا؟ لا، الميقات اللي هم تعدوا، اللي تعدوا اي يرجعون له. أحسن الله إليكم. يقول سؤال يتكرر من الحجاج وتختلف إجابة الدعاة فيه، وهو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة للحائض التي لا تستطيع البقاء بمكة حتى تطهر، وموطنها بعيد جدا. اليوم الحمد لله تسهلت الأسفار بوسائل النقل السريعة، بإمكانها أن تذهب، وإذا طهرت يجيبها وليها وتؤدي طواف الحج أو سعي الحج. نعم. أحسن الله إليكم. حصول التأشيرات ودخول للمملكة مرة أخرى ما تروح، إذن إلا وهي قد طافت وقد سعت ما تروح. نعم. لا، ما نفتيها بأنها تسعى تطوف وهي حائض، ما نفتيها بها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن مضاعفة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوفي بالبيت، قاله لعائشة، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يعني من الحيض. كيف نقول لها تطوف وهي حائض؟ نعم. أحسن الله إليكم. ارفع صوتك يا شيخ. لا، ما هي محصرة، اليوم تسهلت الطرق والوسائل النقل السريعة وتيسرت الحمد لله. نعم. إلى عجز ويسألون ذاك الوقت. نعم. العاجز يسأل في وقتها. نعم. ما نفتي بهذا. أجاب الشيخ قبل قليل على نفس المداخلة من تغير أحد. الوقت عن وقت الشيخ، الآن وسائل النقل سريعة، ما عند الشيخ كل وقت طائرات ولا عنده. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن مضاعفة الصلاة، هل هي في جميع الحرم أم خاصة بالمسجد الحرام؟ كل ما هو داخل الأميال فهو المسجد الحرام، كل ما هو داخل الأميال فهو داخل المسجد الحرام. نعم. أحد الإخوة يسأل سؤال عن السعي في الأدوار الأول والثاني في المسعى. أي لا بأس. هل تعتبر من السعي؟ يعني سؤال غريب يعني شوي. نحتاج سؤال هذا. نعم. شخص بدأ السعي من الصفا ورجع بعد العلمين الأخضرين، هل يعتبر شوط أم إيش؟ يكمل يعني انقطع رجع ايش؟ انقطع في السعي بين الشوطين العلمين الاخضرين، فاراد ان انقطع يعني في عن السعي ثم عاد، هل يكمل من مكانه ام يبدا من جديد؟ انقطع وش اللي قطع؟ توقف لاي سبب من الاسباب، اما للصلاه اما لامر من الامور، فهل يكمل من مكانه ام يعود؟ يعني أقيمة الصلاة وهو في الشوط مثلا، قد يكون هذا أحد الأسباب. والله اليوم نظرا للزحام ولا يكمل من المكان الذي صلى فيه. نعم. أحسن الله إليك. الزحام اليوم ما هو سهل. نعم. أحسن الله إليكم. كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يفتي بهذا فيما أظن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من لم يسعى وبعد مدة سأل فأفتي بأن عليه السعي، فهل يقدم طوافا قبل السعي أم يسعى فقط؟ رجل لم يسعى واستفتى وأفتي بأن عليه أن يعود ويسعى فعاد، فهل يقدم طوافا قبل السعي أم يسعى فقط؟ شو له يقدم طوافا قبل السعي؟ يسعى وراجع للسعي يسعى. نعم. أحسن الله إليكم. من كان من مدينة أو قرية، لكن يقول لعله يقول هل يأخذ عمره إذا جاء؟ لا، هو يسأل عن طواف يا شيخ. من كان من مدينة تبعد عن مكة 20 كيلو متر، هل عليه طواف وداع؟ 20 كيلو؟ إيه نعم.
ظاهر العموم أنه يلزم الطواف وداع. نعم. طيب. وأن يكون آخر عهدهم بالبيت. نعم. مداخلة ولعلها تكون الأخيرة، لأن آخر ورقة بيدي من الأستاذ المشارك والجامعة الإسلامية الدكتور مرزوق بن سليم، أرجو أن يكون نطقت الاسم صحيح، اليوبي موجود؟ نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المداخلة هي حقيقة يعني أنا أثني على ما قال زميلي فيما يتعلق بمشاركة الدعاة في بالنسبة لحجاج الخارج، وأن يكون معه مترجمين حتى وأن فتح الباب للاحتساب سيوجد يعني من يحتسب، لا سيما أن الأيام قلائل، وهذا لا شك لها يعني دور قوي في تبليغ رسالة الإسلام، لا سيما أن الخارج يعني الذين يأتون من الخارج يعني فيهم الجهل الكثير لا سيما فيما يتعلق بالعقائد. فهذا ما أحببت المشاركة يعني أو المداخلة فيها. نفع الله الجميع بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نختم بهذا السؤال وهو آخر سؤال وصل إلينا. بعض الأحذية الرياضية أكرمكم الله الشيخ والسامعون التي تحت الكعب، ما الحكم في لبسها لمن كان محرما؟ إذا كان ما يجد النعلين يلبس الخفين، رخص لمن لم يجد نعلين أن يلبس الخفين. نعم. التوجيه في المسائل الخلافية بين العلماء في المناسك كيف؟ يقول طبعا هناك مسائل خلافية بين العلماء في أغلب أحكام المناسك، فالبعض يأخذ بهذا والبعض بهذا، وقد يحدث لغط بين الدعاة في بعض المسائل. ما يجوز الأخذ بالخلاف، يؤخذ بما قام عليه الدليل من الأقوال، يؤخذ بما قام عليه الدليل من أقوال العلماء، ولا يؤخذ على أنه قول عالم فقط. نعم. أحسن الله إليكم وشكر لكم على ما منحتمونا إياه من هذا الوقت معالي الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، وأن تكون أعمالنا في هذا الموسم محتسبين بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا ومن إخواننا حجاج بيت الله الحرام حجهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين في بلاد بعد أن قضوا أياما في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية في رحاب الأمن والأمان، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها، وأن يحفظ قادتها وولاة أمورها وعلمائها، وأن يزيدهم تمسكا بهذا المنهج، منهج التوحيد والسنة، وأن يستمروا عليه إلى